تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد، استقبلت وزارة الداخلية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية عددا من شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة وترسيخ الوعي والانتماء الوطني لديهم. في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية تستجيب لمقترحات الطلبة والطالبات أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة، وتنظم زيارة لعدد منهم وأسرهم لمقر الإدارة العامة للحماية المدنية. لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت، أجيال طلع في مصر جديدة بضحكة جميلة ترج القلب. لما نشوف أبطال حالفين يحموا ويبنوا اليوم جديد. مين يقدر يقول لي بقى في العمارة اللي احنا سكننا فيها جديد عندنا أدوات علشان نطفي بيها الحرايق؟ عندنا في أهالينا في العمارة اللي أنا ساكنة فيها بيبقى فيها زي صندوق وبكرة، وجنب الصندوق ده مقفول بتفتحه بتلاقي البكرة، وجنبها تمام. بتبقى حنفية وليها محبس. كل دور ولا في دور واحد بس؟ لا كل دور، كل ودي دور. سلم طوارئ كمان. وانت عارفة فين سلم الطوارئ؟ آه. ومفتوح مكان سلم الطوارئ ولا مقفول؟ لا سلم الطوارئ مفتوح على طول. طيب سقف المنة. كان مهم جدا ندي شوية نصايح وتوعية تتعلق بمسببات الحرائق في المنازل، وإزاي نتصرف معاها، وإزاي نستخدم أدوات وتجهيزات الإطفاء الموجودة عندنا في المنزل، وإزاي نتصرف وقت حدوث الحرائق علشان نتجنب الدخان لحد ما قوات الإطفاء توصل. ليه إحنا مهم جدا لنا إن إحنا نحافظ ونعيش في بيئة نظيفة؟ وزي ما أنتوا عارفين كلكم إن إحنا خلال أيام هنستضيف أكبر مؤتمر لتغير المناخ والبيئة في العالم. إيه أهمية البيئة واللي لازم نحافظ عليها؟ أول حاجة أنا بحافظ على البيئة عشان أحافظ على صحتي، لو في تلوث من الهواء أمنعه عشان ما يأثرش عليا. بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ، كان لازم نفهم أولادنا يعني إيه تغير مناخ وإيه المسببات اللي بتؤدي لتلوث البيئة، وكان لازم نقول لهم إيه الحاجات اللي نعملها عشان نحافظ على البيئة بتاعتنا وما نتأثرش ونؤثر على المناخ، ويكونوا في نفس الوقت سفراء لبقية الناس في مجال المحافظة على البيئة. ده دور مجتمعي للدولة مهم جدا لتربية النشأ على قضايا تغير المناخ. أنا النهاردة في الحماية المدنية، وكنت قبل كده في معسكر 3 أيام في أكاديمية الشرطة. احنا اتعلمنا ازاي ننتمي لبلدنا. اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرعايه ديت والمكان الجميل اللي هو سكننا فيه. زياره تاتي استمرارا للدور المجتمعي للوزاره تجاه قاتني تلك المناطق، وبما يعزز قيم الولاء والانتماء وتنميه الوعي الامني والشرطي لديهم. بكره نضحي علشان مصر ونوفي جميلنا طول ناس بنسمع عنهم وبنشوفهم يقول لك ده غرق في النيل، ده غرق في البحر. احنا شغلتنا ان احنا ننقذهم ونطلعهم. في عربيه موجوده تحت الميه، العربيه ديت محتجز فيها غريق ومش عارفين نطلعه بالطريقه العاديه، فهنضطر نستخدم قصافه هيدروليكيه بالمعده ديت اللي واقفه بره علشان نحرر الجسم البني ادم دوت ونطلع بيه. طبعا المهاره ديت صعبه جدا ومحتاجه تدريبات كتيره. ورينا الأهالينا بيان إنقاذ غريق من قبل رجال الإنقاذ النهري إدارة الحماية المدنية، علشان بعد كده لو هتقدر تنقذ حد حاول تساعده، لو مش هتعرف تنقذه وما بتعرفش تعوم ما تحاولش علشان ما تعرضش حياتك للخطر، واتصل بالمسؤولين من رجال الحماية المدنية في الإنقاذ النهري. لما تشوف أبطال حالفين يحموا ويبنوا اليوم الدين، وليك يا مصر الدين لأجل بلدنا.
يورونا ازاي لما في حد بيغرق ازاي نعرف ننقذه وازاي نتصرف في الحالات اللي زي دي. كمان ازاي لو حصل لنا حاجه في الحريق او غرق او كده نعرف نتصرف ازاي. ويطلب كمان الرقم بتاع الحرائق اللي هي 180. احنا بنشكر سياده الرئيس جدا جدا اللي هو جابنا المكان الجميل ده. جولة قام بها الشباب والطلائع لميادين التدريب التخصصية بالإدارة العامة للحماية المدنية لمشاهدة العروض التدريبية أسهمت في إثراء ثقافتهم وتنمية الوعي لديهم بأهمية دور هؤلاء الرجال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات مهما قدموا من تضحيات. تشوف أبطال حلفين يحبوا يبنوا اليوم الدين وليك يا مصر الدين لأجل بلدنا. مبادرة كلنا واحد هي علمتنا الانتماء للبلد وعلمتنا حب الوطن وقد ايه الشرطة ووزارة الداخلية بتضحي علشاننا عشان تحمينا. النهارده كان يوم جميل جدا، احنا اتعلمنا حاجات كتير زي ان احنا نعرف نساعد بعض، حد عنده حقيقه ولا حاجه نعرف ان احنا نطفيها قبل ما تيجي المطافي، ازاي اللي احنا نتعامل مع المخاطر. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو دعمنا وجابنا هنا، وبتمنى تاني ان هم يدعمونا ويجيبونا هنا تاني. رسالتي للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يكمل معانا ويدعمنا، واحنا ان شاء الله هنبقى افضل وهنبقى جيل متحضر. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحبك يا رئيس. لما تشوف افضل حلفين يحمو يبنى اليوم الدين وليك يا مصر يرد الدين لأجل بلدنا بلد الأعمار. لما تشوف أفضل حلفين يحمو يبنى اليوم الدين وليك يا مصر يرد الدين لأجل بلدنا بلد الأعمار. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الكبير اللي هو بذله معانا وعلى كل حاجه هو عملها لنا، فعلا شكرا ليه ان هو نقلنا من مكان عشوائيات لمكان متحضر يقدر كل واحد فينا عنده موهبه يقدر يطلعها بجد. انا بشكر سياده الرئيس على المجهود اللي بيعمله مع الاطفال مع اولادنا. بنشكر سيد الرئيس على اللي بيعمله مع اولادنا واولادنا نفسهم يبقوا حاجه كبيره. نشكر الشرطه طبعا وعليه واقفه مني واقفه معانا كده وبتعمل المبادرات ديت لعيالنا واحنا نفسنا عيالنا يبقى زيهم. هذه الزيارات تاتي ادراكا من وزاره الداخليه لاهميه بناء الانسان واعداد اجيال جديده تفخر بانتمائها لهذا الوطن وتقدر معاني التضحيات التي تقود الى حياه كريمه لكل ابناء هذا الوطن. بكم يا شباب مصر، يا شباب بلادي، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فرصة كبيرة أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقاطين المناطق الحضرية الجديدة بخاصة من الشباب والطلائع لزيارة المواقع الشرطية المختلفة والتعرف على جهود رجال الشرطة ومنها جهود رجال الحماية المدنية، وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية تجاه قاطين تلك المناطق. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.